قدمت في الجيو سي انجينيرينج لان هي من احسن الجامعات في انجينيرينج، والدكاتره اللي فيهم ما فيش زيهم في بقيه الجامعات. احلى حاجه فيها انها صعبه عشان الواحد لما يجي يتخرج من الجامعه بعد كده بيلاقي الشغل سهل جدا. كنت قرات عنها كتير وعرفت ان هي بتوفر فرصه حلوه دراسه الهندسه. انا ليا حد اعرفه هنا في الجامعه والحمد لله حد متفوقين قوي في هندسه وتخرجت وسافرت بره، وانا بنتي نفسها تعمل كده. يعني اول ستيب تبقى هنا عندكم وهنكمل دراسه في المانيا ان شاء الله. طبعا كان في قدامي اختيارات ثانيه بس انا فضلت الجامعه الالمانيه، مستوى التعليم فيها عالي، شهاده قويه. بشوف المستوى الناس اللي بتخرج منها او الناس اللي فيها بيبقى مستوى مختلف عن الناس الثانيه يعني او عن الكليات المختلفه. مستوى التعليم عالي وده اللي انا عايزه طبعا، بفضله لابني. من صغري من وانا في جريد 10 وانا نفسي ادخل الجي سي، وانا كان كل هدفي حتى في ان انا اجيب مجموع ان انا اجيب مجموع الجي سي.